الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي تواصل. رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. سبحانه وتعالى في أحد الحوارات التي كنت أديرها مع أحدهم سمعت الجملة أثارتني، وزي ما قلنا إن إحنا بنتعلم من الحوار فضلا عن إننا بنحاول إن إحنا نثبت وجهة نظرنا. الرحمة التي وسعت كل شيء، كنت دايما بقعد أفتكر إن هي مجرد بس إني بعرف إن الله هو الرحمن، وإن السعة اللي هو واسعها دي لأفعالنا لأقوالنا لأخطائنا لذنوبنا لكل تفاعل بيحصل معانا. لكن فوجئت في أحد الحوارات أني تأملت في معنى الرحمة، وأن رحمة ربنا سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء هي وسعت صفاته هو سبحانه وتعالى كمان، هي وسعت صفة المنتقم، هي وسعت صفة الجبار، هي وسعت صفة القوي. الله جعل صفة الرحمة عنده تعلو الصفات كلها وتسع الصفات كلها، لأن بدون الصفة دي الدنيا مش هتمشي، بدون الصفة دي ما في حد فينا داخل جنة، بدون الصفة دي ما فيش حد هيسامح حد، بدون الصفة دي كله هيقف على الوحدة. ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمة أساس قوي للحوار، الرحمة أساس قوي للتفكير، الرحمة هي عدل من الله يفوقه فضل علينا. لو رجعنا للحلقة اللي فاتت وكلمنا في فكرة التواصل الأسري واللي احنا لقيناه من فكرة الحوار وأداء الحوار، قلنا إن الحوار هو الأمان الفعلي للأسرة، وهو اللي بيأمن لي فكرة إن إحنا أما بنتكلم مع بعض تقدر إن أنت تطلع اللي موجود جواك بدون خوف، تقدر إن أنت تطلع اللي موجود جواك بدون ما تشعر إن اللي قدامك هو مش جاي غير إن هو يحكم عليك أو إنه يطبق عليك عقوبة أو إنه يتصيد ليك الأخطاء. علشان كده الحوار هو كان الأمان الحقيقي في تفاعل عملية التربية. وعملية التربية من الأصل الهدف منها هو بناء الشخصية، وبناء الشخصية كلمة شخصة معناها برزة، يعني الشخصية أصلها في المعنى اللغوي بتاعها معناها البروز، والبروز ده اللي هو الظهور. ففكرة إن أنت ليك شخصية أي أنك ظاهر، أي أن لك أبعاد معينة، الأبعاد دي لها حدود معينة. زي ما أنا قاعدة دلوقتي، ما حولي فراغ، الفراغ اللي حولي ده أنا بشغله، ليا حيز موجود من الفراغ. مكان ما أنا موجود الهوى مش موجود، الهوى يوجد حولي، فليا حدود، الحدود دي بتميزني كده، ده عبارة عن تمييز. التمييز ده نفسه هو نفس نوع التمييز اللي موجود في الشخصية، أي إن ليها ميول معينة، طموحات معينة، رؤية معينة، فكر معين، بناء أنا بفضل أبني فيه فترة من الزمن علشان يطلع، سواء بكون ببنيه في نفسي أو سواء بكون ببنيه في شريك حياتي اللي هو زوجي، أو سواء إن أنا بكون ببنيه في أولادي. طيب نرجع تاني ونقول إن الحوار ده هو نقطة الأمان في التفاعل اللي موجودة معايا، وعلشان هو كده فأنا ببني إنسان قابل للنقاش، ببني إنسان بيعرف يقول لي رأيه، ببني إنسان مش لما يكبر أقول له هو أنت كبرت وكمان بتقول لي رأيك. جملة بنسمعها كتير جدا من آباء وأمهات بيقولوا لأولادهم كده. المفروض إن إحنا بنعرف نفرق ما بين
إذا كنت لا تقبل هذا الأسلوب الذي يتحدث به ابنك أو شريك حياتك عن فكرة إن هو يعبر عن هذا الرأي، يقدر إن هو يتكلم، يقدر إن هو يطلع مكنونات نفسه اللي موجودة جوه بحيث إن هي تظهر لك. والصفة دي أما بتكون موجودة وتحس إن في حوار سهل مع حد، ما هي إلا صفات المؤمنين. المؤمن سهل، المؤمن ليه كبير، ليا مردود إلهي بعرف إن أنا من خلاله أرجع له، ليا آية بتردني، ليا نية بتردني، ليا حديث بيرجعني في كل خطوة من الخطوات دي. أنا بقدر إني أنا يكون ليا مردود إلهي يرجعني. هو ده اللي نفسي إني أنا أبنيه في ابني من صغره على الحوار. اوعى تفكر إن الزعيق والغضب وفكرة إن أنا أفرض قوتي عن طريق سيطرتي الوالدية، أو إن أنا أفرض قوتي عن طريق إن أنا مع الند بتاعي كزوج أو زوجة أو أيا كانت الدوائر، هو ده اللي هيوصلني لنتيجة حقيقية. بالعكس، ده كل ما كان بالنسبة للكبير مش هيوصلك غير لعدم الحل، ومش هيوصلك لغير فكرة العناد. وبالنسبة للصغير هيخزنه لفترة لاحقة هتطلع لحضرتك في فترة المراهقة، ونبدأ ساعتها نقول هو ازاي بيقول لي لأ، هو شايف جسمه، هو عارف ان هو دلوقتي بعد ما كبر بقى جاي يستقوى عليا. حضرتك الذي لم تحنو من قبل. طيب هنبدأ في أولى استقبال تليفوناتنا، ومعانا أستاذ حسين، تفضل. مرحبا، أهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي انت بتكلمي على حكايه التربيه، ماشي، بتكلمي على حكايه التربيه والاطفال وازاي الام تعلم ابنها ما يكذبش ويحترم ابوه ويحترم وما يقلش ادب على حد، ماشي. انا دلوقتي مراتي بقى لها النهارده 50 يوم غضبانه، ماشي، تمام، ومعلمه بنتها على الكذب، يعني جايت لي كلام يعني خلت بنتها تكذب، وقالت لها ابوك حصل منه كذا، قالت لها حصل وما حصلش مني الكلام ده، وكلهم مصدقين ورافعين عليها، ورفع عملوا فيها محضر، يعني انا ضاربها ومبهدلها واكل حقها وكل دي كله كده، ماشي، تمام. طب ايه الحل في المشوار ده؟ فانا محتار، شحت لها ناس وغلبت معاها، قال خلاص هترد، ورا الثانيه قال لك لا مش رد، لما تكتب البيت باسم العيال، مش هتقول بكتب البيت باسم العيال، وين بقى الوصيه عليهم ينفع؟ يعني انا دلوقتي احتارت نعمل ايه. ايه اصل المشكله يا استاذ حسين اللي حصل بين حضرتك وبين الزوجه؟ والله اصل المشكله حاجات يعني حاجه هايفه اصلا. ما يعني لو احنا حاجه هايفه، يعني المفروض يعني الواحد لما تلاقي جوزها جاي من بره زهقان، معلش يعني جاي من بره من شغل، انا شغال على دراعي اليوم بره، يعني مثلا كلمتها كلمه المفروض ما تردش عليا. ايه اللي خلاه مفروض؟ ايه اللي خلاه مفروض يا استاذ حسين؟ الكلمه اللي حضرتك كلمتها لها، هل هي كلمه تسيء ليها ولا كلمه عاديه؟ لا كلمه عاديه، ده انا بسالها فيها حاجه ضايعه، فيها حاجه ضايعه مني انا، ماشي، وكانت هي واخداها قبل كده، فانا بسالها جبت الحاجه دي؟ انا جبتها، انا جبتها ومعايا، فانا بسالها بقول لها لو سمحت، مثلا بنقول لها مثلا ام عبد الله ما شفتيش الحاجه ديت، ما خدتهاش؟ لقيت اقول ما خدتهاش وصوت عالي علي، ولا اقول لك انا خدتها واللي عندك اعمله، وكل حكاش ده على الصبح خدت بعض وقعدت بره، لقيت طالع لي بره انا مش حراميه وموص قال بكرامتي في الشارع بره قدام طيب. الناس. طيب يا استاذ حسين، هو فعلا يعني الموقف من تقدير حضرتك ان هو بسيط. طيب هسال حضرتك سؤال بشكل عكسي، لو جه حضرتك حد قال لك انت اخدت الحاجه الفلانيه دي، وحضرتك رديت عليه قلت له اني انا ما اخدتهاش، وجي قال لك لا انت اخدتها واداك احساس ان حضرتك فعلا اخدتها، هتحس باهانه ولا مش هتحس باهانه؟ طيب هو واضح ان الاتصال اتقطع معانا. انا بس عايزه اوصل لحضرتك يا استاذ حسين ان لازم احط نفسي في مكان الانسان اللي قدامي. اذا كان الكلام بتاع حضرتك الموجه للزوجه بان الحاجه دي اللي ضاعت
ان هي شافتها او ما شافتهاش، وهي عبرت لحضرتك ان هي ما شافتهاش، فيبقى ما شافتهاش. احنا عايزه اقول لحضرتك ايه، ان احنا ما شققناش عن قلوب اللي قدامنا. النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذ حسين كان في احد الغزوات، ففي صحابي جه وجاله صحابي تاني يعني الكافر اللي قدامه، فجه كان لسه هيقطع رقبته، فقال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فراح الصحابي مخلص عليه وراح قتله، فراح للرسول صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي غضب غضب شديد، ازاي يحصل كده؟ وقال له اشققت عن قلبه؟ انت فتحت قلبه وعرفت هو بيقولها ليه؟ يا رسول الله ده بيقولها علشان خاطر ينجو، مجرد بس ان هو محتاج ان هو ينجو بقولها وان هو يبقى مسلم وما مدش ايدي عليه ولا طير ساعتها رقبته. اشققت عن قلبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحاسب، انا ليا ظاهر القول، احنا ملناش بواطن الامور يا استاذ حسين اللي جوه البني ادم. فهي كده هي شعرت انا مش بدافع عن الزوجة نهائيا، انا بتكلم الكلام ده حتى لو الزوجة قالته للزوج، لا نمس الذات التي كرمها الله سبحانه وتعالى بسوء، ما ينفعش ان انا احسسها مجرد بتعبير وشي او بكلامي او بنظرتي ان انت فعلا أعزكم الله ان انت ممكن تاخدي حاجة فعلا فيها ان انت كنت فعلا ان صح اللفظ يعني ان هي زي ما عبرت ان انا حرامية او ان يعني، واجي هتلاقيني مش عارفة ادافع عن نفسي، طبيعي انها تغضب وطبيعي انها تعبر. هقول لحضرتك الحالة العكسية، ده في حالة ان هي عبرت ان هي ما خدتش. طيب في الحالة العكسية، حالة ان هي اخدت فعلا، لنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا وشأنا آخر وما أجمله. النبي صلى الله عليه وسلم شاف أحد الصحابة، وكان الصحابي ده كان ليه عادة إن هو ممكن إن هو يقعد إيه يعني المجالس اللي كان فيها النسوة من قبل كان ممكن يعني يستأنس بحديث النساء، فالصحابي راح علشان خاطر النبي بعته في حاجة، وبعدين رجعه تاني اما جاله علشان يعملها ما عملش، كان قاعد بقى يسمع الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال له ايه؟ قال له لقد ضاع بعيري يا رسول الله، ناقتي ضاعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم، لانه يعلم سبحان الله من الله سبحانه وتعالى ان فعلا لا ما حصلش كده، فكان كل ما يقابله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف حال ناقتك؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بمنتهى الرقي الأخلاقي، صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من علمتنا الخير كله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى فوق الأمر، بدل ما يقول له أنت كذاب، بدل ما يقول له أنت بتغلط، بدل ما ينقص من قدره، واكتفى كيف حال ناقتك، حتى ضاق الصحابي بنفسه ذرعا وقال له والله يا رسول الله ما كانت ناقتي وإنما فعلت كذا وكذا. ليه ما نستخدمش الشكل ده مع أزواجنا؟ ليه ما نستخدمش المساحة دي مع أولادنا؟ وارد جدا إن احنا نغلط، وارد جدا يا أستاذ حسين إن احنا ناخد حاجة من غير إذن صاحبها، وارد جدا أخطاء كتير، ولكن نحاول على قد ما نقدر نساعد بعضنا ان احنا نخرج من الكسر ده. حاول تتكلم مع مراتك، حاول ان يكون في حوار، لكن حوار صادق يا استاذ حسين، حوار فيه رحمة، وحوار تريد به اصلاحا. ربي سبحانه وتعالى بيقول يريد الاثنين مش واحد بس يا استاذ حسين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. معانا أستاذ رضا. طيب تفضل أستاذ رضا. أيوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مرحبا. أنا كان عند المدام ده تغضانة بقالها أكثر من 3 شهور. أستاذ حضرتك بس ممكن يا أستاذ رضا توطي التلفزيون بحيث إن أنا أستطيع إن أنا أسمع حضرتك؟ ماشي، أوطي التلفزيون يا فندم. شكرا جزيلا. ماشي يا فندم.
كانت غضبانه بقى لها 3 شهور، واجيبها دلوقتي بتقول انا عاوز قايمه من جديد. عاوزه ايه يا استاذ حسين بعد اذن استاذ رضا؟ عايزه ايه؟ عاوزه قايمه من جديد. تمام. عاوزه 500,000 جنيه قايمه جديده. تمام. او تمضي لها على الوصلات عشان ترجع. طب انت يعني انت ك يعني انسانه متواضع معاها وانسان خلق جامد، وانا وزاره الاواف وطبعا انا بعملها معامله حسنه يعني، بس هي دماغها شاطح شويه. انت عارفه الحريم حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الحريم ناقصين عقد المدين. معايا يا فندم؟ مع حضرتك. مع حضرتك. وجه خطبه الوداع، في خطبه الوداع قال فاستوصوا بالنساء خيرا لكم، فاستوصوا بالنساء خيرا لكم. طب وحضرتك؟ وربنا بيرزق الانسان، بيقول لك اللهم ارزقكم في السماء ومن كان يرزقكم في السماء فانزلوا في الارض، ومن كان في الارض فاقربه، ومن كان بعيدا فاقربه، ومن كان قريبا اللهم يسره، والله من كان ينصره اللهم ارزقكم به. رزقي مش عليها ولا عليا، بس هي دلوقتي طالبه يعني قايمه كبيره. طب انا ارجعها؟ طب ولا اسيبها؟ استاذ استاذ رضا هسال حضرتك سؤال، حضرتك معايا؟ معايا يا فندم، معايا. طيب معاي. كون ان المراه تبدا انها تطلب. ايوه معاك يا فندم. كون ان زوجه حضرتك تبدا تطلب ضمانات ماديه، سواء كانت ضمانات ماديه كبيره، معنى كده ان هي اتخبطت في الامان بتاعها، فممكن اعرف ايه اللي خبط زوجه حضرتك في امانها؟ يعني خبط في الامان بتاعها، يعني انا مش برضو انا راجل ازهري برضو يعني امان اللي هو يعني يا فندم انا ليه؟ انا قصدي اقصد بيه يا استاذ رضا، هي ليه طلبت الامان ده؟ يعني هي معنى انها تطلب. يا معاها 3 اولاد يا فندم. يعني حضرتك شايف ان الاولاد هم الامان؟ لا، هي دلوقتي هي مش باقي على الاولاد. هي ايه؟ هي مش باقي على الاولاد كده والله، هي كده. طيب مش باقي طيب الأولاد. انا هستاذن حضرتك بس عشان ما ندخلش الموضوعين في بعض، وحضرتك ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني احسب حضرتك مفوه ومن الازهر اللي هو فوق راسنا كلنا. انا هقول الله يخليك. الله يخليك يا عز، ربنا يعزك يا فندم. واياكم هذكر حضرتك بحاجه بسيطه جدا. اتفضل يا فندم. امراه فرعون اما جت طلبت من ربنا سبحانه وتعالى. ايوه. قالت له ايه؟ قالت له رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. طيب بيتا في الجنة. هسأل حضرتك سؤال، حضرتك تتصور ان امرأة فرعون اللي كانت قاعدة في قصور، القصور دي كانت قصور رائعة، ليه تطلب من ربنا بيت؟ عشان طبعا اللي هي طبعا دي امان لها بقى افضل. الله يبارك في عمرك ويعلمنا. شكرا ان حضرتك كمان يعني بتطمني ان المعنى وصل لناس كتير، عشان هي طالبه امان. امراه فرعون طلبت بيت من ربنا عشان هي طالبه الامان عند الله سبحانه وتعالى، لان هي ما لقيتوش. فانا بسال حضرتك، وحضرتك اكيد بتقدم ان شاء الله المعامله الحسنه ليها، ايه اللي وصل الامر ان احنا نصل انها تطلب ضمانات ماديه؟ ايه اللي وصل الامر لكده؟ دي النقطه يا استاذ رضا اللي انا حابه لو حضرتك تراجع نفسك فيها. مفيش إلقاء لوم لا على حضرتك ولا إلقاء لوم على الزوجة، ونرجع فعلا لفكرة إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إيه اللي يخلي أحيانا الزوجة تطلب ضمانات مادية كبيرة أو كانت حتى صغيرة، إن لم يكن هناك شيء أثار الخوف أو عدم الأمان بداخلها؟ قد يكون الزوج يبذل أقصى ما عنده، ولكن قد مس شيء عند الزوجة قد لا يعلمه، قد يكون عن جهل، زي ما بنلاقي فيه إن أبائنا أو أمهاتنا عشان خاطر تدفعنا لفعل شيء معين كويس وجميل بنلاقيه إن هم بيشجعون عليه عن طريق للأسف العكس. يعني أنا عايزة أقول له يا ابني خليك كويس، أو إن أنت يعني اتفاخر بيه قدام حن، اقول له شايف فلان انت متطلع زيه ليه؟ بقى ده مجموع تجيبه؟ انت شايف ابن فلان جايب كذا، وانا اظن اني انا بدفعه للخير، وما انا الا احط
يعتصم في ذاته. يعني أشجع حضراتكم أن أنتوا تقعدوا مع بعض وتتكلموا مع بعض بمنتهى الأريحية، وتسألها سؤال مباشر: إيه اللي أنا سببته لك من خوف وصل ليكي أن أنت تيجي تطلبي مني ضمانات المالية؟ الأولاد جزء من أمان الأسرة فعلا يا أستاذ رضا، وجزء كبير ولا يتجزأ من الأسرة، لكن الأمان الأكتر اللي يكون بين حضراتكم في المودة والرحمة اللي تكون بينكم. ونكمل مع المودة والرحمة بعد الفاصل إن شاء الله. ونرجع للمودة والرحمة بين الزوجين، واللي ساقهم لينا السؤالين اللي فاتوا من أستاذ رضا وأستاذ حسين. المودة والرحمة اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى ما بين، أو خلاها ما بين الزوجين، ونرى أن رب العزة تبارك وتعالى ربنا ما عبرش بالحب وما قالش الحب، لأن الحب المفروض أنه هو بيكون إلى حد ما أساس في العلاقات، لكن قال المودة والرحمة لسبب رائع من الله سبحانه وتعالى. المودة بتكون بين طرفين متساويين في القوة، يعني من طرف قوي لطرف تاني قوي، وبنكون يعني ندين لبعض. والند أي أنه المساوي له في الإمكانيات، والمساوي له في القوة، والمساوي له في أنه هو يقدر يطرح وجهة نظره. فالزوجين هم عبارة عن شريكين يحملان قوة لكل منهم. المفروض في المواقف أن إحنا مودة ما بيننا بتقابل بعض. طيب، والرحمة؟ الرحمة لا تكون إلا من القوي إلى الضعيف. ينهر أبيض، يعني معنى كده إن طرفين العلاقة ممكن يكونوا جدا خلال مواقف الحياة واحد يبقى ضعيف والتاني يبقى قوي، طبيعي جدا، وخلق الإنسان ضعيفة، فوارد جدا جدا إن وقت ضعفي يكون وقت قوتك، ووقت قوتي يكون وقت ضعفك. وهنا تأتي التوصية الجميلة: إذا عز أخوك فهن، هن علشان خاطر البيت يتلم. إذا عز هن له، مش مذلة، هوانك لأخوك، لأن قبل أن يكون زوجي أو قبل أن أكون زوجته أو قبل أن نكون إخواتنا أولادنا أو أصدقائنا، فنحن عباد الله إخوانا، إخوانا، إحنا إخوات لبعض. ديننا خلانا إخوات لبعض، خلانا إذا اشتكى منا عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أنا مش متصورة إن يجي ألم في أسناني وبقيت جسمي ما بيتفاعلش معاه. حضراتكم أكيد ومريتوا، يعني ونسأل الله العفو والعافية للجميع، بس إحنا عارفين يعني إن ألم الأسنان أحيانا بيكون من أشد الآلام. الألم ده بيأثر على باقي الجسم كله، بتحس نفسك تعبان. هو نفس الإحساس اللي نفسي والله لو أقدر إن أنا أجسده وأديه لحضراتكم، هو نفس الإحساس اللي لما بشوف يعني زوجي أو زوجتي أو أولادي تعبان، حتى لو تعبان مني، بل بالعكس، خطواتي اللي بخطو بيها إلى الله سبحانه وتعالى وبمشي بيها وما ببصش أنا باصص على إيه أو رجلي محطوطة على إيه، تبقى مشكلة إن أنا ما بعرفش أبص على نفسي وأقول أن الخطأ خطأ الآخر، وإن أنا لازم إن أنا شايف إن هو اللي المفروض إن هو يصلح. أصلح تصلح لك الأمور. حسنى معانا؟ طيب، أهلا وسهلا يا حسنى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجعل لك نصيب من اسمك يا حسنى. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يبارك فيك، اتفضلي. أنا والله كنت عايزة أسأل عن ابني، عنده 11 سنة. تمام. بس هو ميل للعنف في طريقته شوية. تمام. طيب قولي لي العنف بتاعه عنف بدني ولا عنف لفظي؟ يعني عنف عن طريق بيضرب يا حسنى ولا الاثنين؟ الاثنين، عنف بدني وعنف ما بيستقبلش خالص الكلام، ما بيديلكش مجال، يعني نفسه لو عملت اي حاجه بيرد عليها بعنف. طب هسال حضرتك سؤال يا حسنى وتجاوبيني بمنتهى الصراحه. اتفضلي. البيت فيه حد بيضرب او حد بيشتم؟ فيه. طيب هاجي اقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ عارفة يا حسنى ربنا بيزيل الآية في الآخر، يعني بيقول لنا إيه؟ أفلا تعقلون؟ شغلها بس. وزي قبل كده قلنا في فيلم كده كنا سمعنا منه مقولة ظريفة، واحد مصاحب كذا ومصاحب كذا عايزه يطلع طيار. ماشي، بس العنف اللي في البيت ده، انا مثلا انا ما اقدرش اغير حد اللي بعمله عليه ده، انا اقدر اغير ابني انما الكبير اغيره؟ طبعا كلنا بنغير في انفسنا يا حسنى، على بس بالكلمه الحلوه. يعني انت تقدري ان انت تقعدي، اولا سؤالك جميل جدا 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 وبينم عن انك انسانه ما شاء الله خدتي الكلام وبتفكري فيه وبتدوري على حل، فانا بدايه بشكرك على كده. شكرا لك والله وعلى حوارك الجميل ده. الله يبارك لك. تاني حاجه يا حسنى بالنسبه للزوج، اول حاجه ان انت هتكوني قدام نفسك انك مش هتقولي كلام مش كويس لابنك، يعني ما يطلعش منك العيبه يا حسنى، لا شتيمه ولا سب ولا ضرب. اول حاجه حاولي تسيطري على نفسك انت، لان دي اللي انت هتسالي امام الله سبحانه وتعالى. هتعرفي تردي يا حسنى؟ ايوه ماشي يا دكتوره، والله العظيم بحاول اعمل كده على قد طيب ما اقدر. ده انت بالنسبه لزوجك، تقعدي مع زوجك كده في ساعه صفا باذن الله سبحانه وتعالى كده، وتتكلمي معاه وتقولي له مثلا انا سمعت من البرنامج الفلاني، او قريت بالشكل الفلاني، او عرفت من طريقه فلانه الفلانيه ان كان ده كله فعلا حصل وصدق، ان الطريقه بتاعتنا دي ما هي هتخزن جواه الضيق، لان هو بيتضرب مننا وبيتهان مننا وبيتشتم مننا، فاول ما هيحس بجسمه واول ما هيحس بقوه فيه هيبدا يرد علينا ده. وفكريه بقول الله سبحانه وتعالى، لان اكيد اكيد اللي يعني اللي ادانا حسنى فخلى زوج حسنى ان شاء الله باذن الله هيسمعك ان شاء الله باذن بالحسنى كده يا حسنى. تتكلمي معاه بالراحة بالراحة بالراحة، أهم حاجة بالراحة. ليه بالراحة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قالك في المواقف الشديدة والمواقف العصيبة، وما بتكلمي حتى إنسان شديد القسوة، فلازم تكوني معاه لينة جدا. يعني ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر او يخشى، يعني لعل الكلام اللي انت هتقوليه لزوجك يخليه يتذكر او يخشى الله سبحانه وتعالى، لان انت وهو لو ما استخدمتوش القوه على الطفل، او معذره لو استخدمتوا القوه دي على الطفل، هل تامنوا ان ربنا ما يجيبلكوش حد اقوى منكم يستخدمها عليكم؟ لا طبعا. بس يبقى ايه؟ يبقى افعل ما شئت كما تدين تدان. لو خايفه من ان حاجه تسلط عليكي، خافي الله سبحانه وتعالى في اولادك ولتقولوا قولا سديدا. ماشي يا دكتوره، شكرا. العفو يا ست الكل، العفو. ونرجع تاني لفكره النقاش والحوار، وبذكركم باللي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فكره ان احنا ما نقفلش ابدا ابدا شكل الحوار اللي موجود مهما كان، ولكن يجب ان يكون لهذا الحوار اداب. وتذكرنا ان من الحاجات المهمه اللي احنا لازم نراعيها اثناء الحوار اني انا اكون الهدف من الحوار بيني وبين اللي قدامي ان انا اتعلم اكتر من اني اثبت وجهة نظري، وان يكون الكلام بالحسنى. طب قلنا ان من القواعد الاساسية لينا هي فكرة الشورى، وطرحنا قبل كده امثلة لفكرة الشورى في الحلقة السابقة، وجينا واتكلمنا ان فكرة جمع القلوب اولى من جلب الحقوق، وقلنا ان ده لازم ان احنا نحاول نطبقه داخل الأسرة، لأن القلب ما بيتجمع على بعضه بيكون فيه دفى، الدفى ده بيملى البيت كله وبيخلينا لينا رصيد لبعض بنعرف إن احنا نعدي بيه الأزمات، بدل ما نكون أزمات لبعض بالعكس بنكون نقاط قوة لبعض بتساعد بعض علشان خاطر إنها تعرف تحل بدل ما تربط.
سيدنا عمر في الموقف اللي كان حصل مع السيدة التي ظلمها التاريخ ولم يذكر اسمها، أما قال لها صدقت امرأة وأخطأ عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه لم يحرج، زي ما قلنا سابقا، لم يحرج بأن يقر ويعترف بخطأه أمام الجميع، بل كانت نقطة قوة ولم يكن ضعف، وكان ظاهرا أنه يبحث عن الحق، فالحق أحق أن يتبع. في موقف آخر لسيدنا عمر بن الخطاب، وبيدل فيه أن كان في شورى ما بين الأزواج لبعضهم، وكان بيدل أن في آراء أخرى، وأن التفاعل بتاع الشخصية بتظهر منه نتاجات جديدة. أما انتقل المهاجرين من مكة إلى المدينة، وبدأ يتعرفوا نساء مكة يتعرفوا على نساء الأنصار، الطبيعة مختلفة، طبيعة نساء مكة ورجالها مختلفة عن طبيعة نساء المدينة ورجالها. أما دخل سيدنا عمر بن الخطاب على أحد زوجاته وكان يقول وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني كان بيقول ان الرجال في معشر قريش كان صوتهم هو الاعلى، ما اقصدش بيه اللي هو العلو، اقصد بيه انه له القوامه، وان الكلمه اللي بيقولها هي اللي تتسمع، وان المفروض انها ما تردش عليه، وان ودي كانت عادات العرب وكان في قريش. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار، أما رحنا بقى هناك في المدينة ورحنا عند الأنصار، إذا قوم تغلبهم نساؤهم. لقد تغيرت الطبيعة بتغير المكان. يا خبر أبيض، مراتي بترد عليا. نعم قد حصل، ده كان شكل النساء في المدينة. وأقصد بالرد لهم مراجعة الكلام وليس الإساءة إلى الزوج، فالزوج له مقامه فوق الرأس، والزوجة لها مقامها فوق الرأس وداخل القلب. فرجعتني، يعني بيقول إن زوجته، عمر بن الخطاب بيقول عذرا، إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. يبقى بدأت ستتنا تتعلم من ستتهم. فضحكت فصخبت على امرأتي. سيدنا عمر بن الخطاب صخب على امرأته، وقبل أن نعلم ماذا فعل عمر بن الخطاب بعدما صخب على امرأته، نروح لأستاذ أحمد ونرجع تاني إن شاء الله. تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا متابع حضرتك يا فندم من المكالمة اللي قبل الأستاذة، وقلتي ادي لزوجتك الأمان، صح يا فندم؟ اتفضل حضرتك. مع حضرتك الاستاذ احمد، اتفضل. طيب، اما كنا مديها الامان يا فندم، ومديها كل حاجه، ومديها يعني امان بما في الكفايه، تمام يا فندم؟ تمام. وتجي من ورايا وتروح تشتكيني، وتجي من ورايا واخوها امان شرطه ويروح يحبسني، يعمل لي زي يامن عليا كده ويحبسوني يا فندم. دي تمام. تبقى ايه؟ اما اديها الامان ماشي، وهي تمضينا على وصل امانه عشان تخرجني من الاسم بحوالي ب 15,000 جنيه، دي بقى ايه؟ اما اداها الامان يا فندم، امني انقل ابني مدرسه وادفع له مبلغ ماشي، وتيجي هي تقول لي لا اصل انا مش عايزاه يتنقل، ابقى اداها الامان على ايه يا فندم؟ اداها الامان انني باخد، يعني سوري في الكلمه، انا اسف، انني باخد حقي اللي ربنا انزله بطلوع الروح ماشي؟ أداها الأمان على إيه يا فندم؟ أداها الأمان لو خيروا الزوجة ما بين أهلها وما بين جوزها هتختار أهلها؟ لا، الزوجة الصالحة، الزوجة اللي كاملة الإيمان، لا هتختار جوزها ماشي؟ أداها الأمان على إيه يا فندم؟ أداها الأمان إن أبوها بيقول لها وقايل لي أنا الكلام ده، قايل لي أنا قايل لبنتي تكلم كل واحد فيكم إزاي؟ أداها الأمان على إيه يا فندم؟ إن أم ما عرفتش بنتها يعني إيه جواز؟ أداها الأمان يا فندم لما يجي اخوها هو اللي بيتحكم في كل حاجه، اداها الامان اما يجي امها ومرات اخوها واخوها الكبير واخوها الصغير يتلموا عليا في قلب شقتي ويهنوني، اداها الامان على ايه يا فندم؟ انا عايزه اقول لحضرتك يا استاذ احمد، يعني بمنتهى الصراحه، ان قلبي
انكسر لكسر امانك. انا بعتذر لحضرتك، انا عارفه ان مش انا المفروض ان انا اعتذر ليك، ولكن كل توصيف حضرتك وصفته انا سمعته بقلبي، مش سمعته بودني يا استاذ احمد. في ابتلاءات، والتوصيف اللي حضرتك وصفته ده اما يجي من الزوجه اللي هي نقطه امان ونقطه ستر عورات، وستر عوره مش عوره جسديه وبس، ستر عوره نفسيه، والعورات النفسيه اشد من العورات الجسديه. فاما زوجتي تعريني واعذروني في اللفظ، او زوجتي تقبل الاهانه في حقي، او ان زوجتي تكون سبب اذيه تصل لاماني، فلا بد ان تراجع الزوجه نفسها، لان مقام الزوجه مقام كبير، زي ما مقام الزوج مقام كبير وله قدسيته، لكل مقام منه قدسيته. فاستاذ احمد حضرتك وصفت توصيفات لا تليق بالزوج، ولا 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 تليق في حقه. فعلا انا مع حضرتك ان ما ينفعش ابدا يكون الزواج بهذا الشكل. حضرتك معايا يا استاذ احمد؟ واضح ان استاذ احمد انقطع الخط. وصف استاذ احمد كان وصف لافعال، وصف دقيق. حضرتك احنا داخلين الزواج مع بعض، هي شراكه، وقبل ان تكون شراكه ماديه باكسادنا او بالمهور اللي بتدفع او بما يقدمه اهل الزوجه بالاتفاق او بالعرف، فهناك اتصال روحي، هناك اتصال انساني، هناك اتصال نفسي، هناك اتصال عقائدي. واخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق غليظ، انا ما سمعتش الجمله دي، يعني العباره ميثاق الغليظ ده انا ما سمعتوش في القران الكريم غير في منطقتين. منطقه الجزء اللي اخذ فيه الميثاق الغليظ ربنا سبحانه وتعالى من الانبياء ان هم مؤمنين ببعض وان هم اخوان لبعض وان احنا كلنا مؤمنين بجميع الانبياء، والميثاق الاخر هو ميثاق الزواج. فانا ميثاق الزواج ده اما اقول واخذنا منكم ميثاقا غليظا، احنا مش بنلعب. اما الله سبحانه وتعالى يغلظ الميثاق، يغلظ دي يعني تخيل ربنا زي ما قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم، يعني عظيم دي يعني حاجه كبيره قوي. اما الله يقول على حاجه عظيمه تبقى حاجه كبيره جدا. فاما الله سبحانه وتعالى هو ذاته جل شانه يقول لك واخذنا منكم ميثاقا غليظا، يبقى انا وانا رايح بكتب الكتاب او ان انا بمضي على الوثيقه دي، اللي وثيقه ما هي ميثاق، دي وثيقه بمضي عليها، ببقى عارف اني انا قبل ما اكون حطيت في ايدي في ايد ولي او ولي الزوجه، انا حطيت يدي على تعاليم الله، حطيت ميثاق وعهد مع الله. من ذا الذي يخون الله؟ وليه اخون الله؟ الميثاق الغليظ اللي انا اقصده ده معناه اني قبل ما اشوف ان انا هتعدى على حقوق اللي قدامي انا شايف ربنا الاول. انا مش هستخدم قوتي ان انا ليا قوه عيله او عيلتي بتشتغل في جهه معينه تستطيع من خلالها انها تفرض سيطرتها او تفرض قوتها، وهستخدمها على 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 زوجي. اللهم انا نعوذ بك من قهر الرجال. اي امان في بيت انا بستخدم فيه قوه اهلي على زوجي؟ اي امان في بيت لا اوفر فيه خصوصيه لزوجي؟ اي امان في بيت اما يسر الي قول افضحه واقعد احكي لفلان وفلان وفلان وفلان؟ ومعانا ام اشرف، اتفضلي. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام اشرف؟ السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا حبيبتي. يا رب يبارك فيكي، ده انت اللي حبيبتي. ربنا يسر.
بارك لك. واياكم، اتفضلي يا حبيبتي معاكي. قولي يا حبيبتي، بس كنت عايزه اسالك على سؤال. يعني زوجي انا كنت صابره معاه، بقى معايا 4 عيال. متزوجة كده؟ بقالك قد ايه يا ام اشرف متزوجه؟ والله يا ام اشرف انا عايزه اقول لك ان صوتك له جمال في قلبي، فانا كمان بحبك، فلو قدرتي ان انت تتواصلي معانا مره تانية ان شاء الله باذن الله اسمعك. باذن حاولي تتواصلي معانا مره تانية. نرجع تاني لفكرة الميثاق الغليظ اللي بين الزوج والزوجة. قلنا ان احنا مش هنستخدم فكرة ان انا يكون ليا اهل فاستقوي باهلي عليه. الاهل بيكونوا موجودين في حالة اللي هو يبقى ليه كبير، يبقى ليه كبير يعني او انا ليا كبير حماية ليا ان ضل احد الشريكين. يعني دايما نكون نحاول واحنا بنقدم على موضوع الزواج، سواء الطرف من عند النساء او الطرف من عند الرجال، انه يختار بيت يكون فيه ليه كبير. يعني ايه ليه بقى كبير؟ يعني اما يظلم او ان نفسه تدله او تزقه كده على السوق يجد من يردعه او يجد من يرده. نفس كده بيفكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفينة. النبي قال صلوات ربي وسلامه عليه إن أنا لو عندي سفينة والسفينة دي فيها ناس فوق في السفينة وناس تحت في السفينة في الدور اللي تحت، وإن السفينة دي ماشية في بحر، سيدنا النبي قال لو إن الناس اللي تحت في السفينة حبت تملى مية، كانت الأول بتملاها بتطلع فوق وتجيب المية وتنزل تحت، قال لك لو عملوا ثقب في السفينة من تحت علشان خاطر يسهلوا عليهم الأمور وياخدوا المية من تحت لغرقوا جميعا. لو الناس اللي فوق السفينة ما جاتش ومسكت على ايد الناس اللي تحت السفينة هيغرقوا كلهم. نفس الوضع اللي بيشرحه لنا سيدنا النبي ده في حياتنا، لو ما مسكتش على ايد الظالم سيسود الظلم، واحنا مش عايزين ظلم في بيوتنا ولا عايزين يعني قسوة ولا بغضاء ولا مشاحنة لا في نفوسنا ولا أبدا في أولادنا ولا أبدا في أي حد من أحبابنا. ولذلك يجب في فن الحوار أن بالإضافة إلى الشورى، واللي هرجع ليكم لان المحادثه ممكن تكون فصلتني ذهنيا عن الجزء الخاص بسيدنا عمر ابن الخطاب، اما قال فصخبت على امرأتي فرجعتني. يعني مرات سيدنا عمر ابن الخطاب رجعت عمر ابن الخطاب وقالت له لا، في معناها لا الكلام اللي انت بتقوله ده انا مش موافقه عليه، او الكلام اللي انت بتقوله ده انا ليا مردود عليه، فانكرت ان تراجعني. سيدنا عمر ابن الخطاب أنكر عليها إنها تراجعه. الله، مش ده سيدنا عمر اللي قال أخطأ أصابت امرأة وأخطأ عمر؟ بقى معقولة الشيخ إنجل يعني إن وصفناها التوصيف اللي موجود دلوقتي، لما تلاقي من حد يتسم سلوك ديني معين أو إن هو عليه سلوك، بقى معقولة الشيخ فلان يطلع منه كذا؟ أو معقولة فلان الفلاني اللي بنتسم فيه الأخلاق يطلع منه كذا؟ هو ده سيدنا عمر، هو الذي قال للمرأة أصابت امرأة وأخطأ عمر، هو الذي أنكر على زوجته التي هي أيضا أنثى أخرى وامرأة أخرى، أنكر عليها وقال فأنكرت أن تراجعني. قالت ولم تنكر أن أراجعك؟ أنت ليه تنكر أن أنا أراجعك وأرد عليك الكلام؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه. وهنا المراجعة في القول، وإن أنا أرد زوجي في حاجة معينة هي أكبر بكثير من فكرة أن هو بياخد رأيي في حاجة معينة. وهنا أدرك عمر بن الخطاب الكريم الفاروق أن يجوز مراجعته، وأنهم يتغيروا بتفاعلات أخرى ويقبلوها التي حدثت من نساء الأنصار والتي طبعت على نساء
المهاجرين. اللهم اجعل لنا هجرة نحو الأخلاق الكريمة والبيوت الدافئة والأعمال الصالحة من قلبي إلى قلبكم. كنت معكم سارة صلاح، طبتم وطاب ممشاكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.